تعالوا نروح للترند المحلي والاخبار اللي تتعلق بمنتخبنا في مرحله هي الاهم بالنسبه للمنتخب ان شاء الله يكون موفق فيها، وهي مرحله الاستعداد لمواجهتي السودان او عفوا السنغال تصفيات كاس العالم. طبعا نبتدي ببوابه الاهرام على تويتر، قالوا ريان وكوكا يدخلان حسابات جهاز منتخب مصر قبل مواجهه السنغال، وده يعني امر اكيد لان ريان كان غايب للاصابه في الدوري التركي بسبب يعني اصابه قعدت معاه مده شهر ورجع وشارك مؤخرا، نزل في الدقيقه 87 حاجه كده فخد بعض الدقائق، واحده واحده الماتشات الجايه اكيد هيظهر ان شاء الله يتالق وباذن الله يكون موجود مع منتخبنا لانه لعيب كويس. كوكا كمان جاب جون امبارح على ما اعتقد في الدوري التركي برده فماشي بشكل كويس، فمن الوارد جدا استدعائه. فاكيد معظم او كل اللاعبين في حسابات الجهاز الفني ان هو عايز يشوف افضل تشكيله يقدر يلعب بيها الماتشين بتوع السنغال او اكتر مجموعه تكون معاه تساعده في تحقيق الهدف المطلوب يعني. طيب يلا كوره، حسام على تويتر بيقولوا مصدر بالكاف يلا كوره، بص حلو قوي الخبر ده بصراحه يعني، اتجاه الاستعانه بحكام من خارج افريقيا بتصفيات مونديال 2022، لجنه حكام كاف تواجه مشكله في توفير عدد الحكام الذين سيديرون مباريات الدور الفاصل للتصفيات الافريقيه المؤهله للمونديال، لا سيما في ظل نقص عدد الحكام المميزين في استخدام تقنيه الفيديو اللي هو الفار يعني في الادوار دي او الدور ده تحديدا يعني. فبصراحه هيبقى الافضل يعني، يبقى اريح نجيب حكام كده ممتازين من اوروبا سواء على الفار او حكام ساحه او اللي هم حكام الرايه المساعدين يعني، يبقى احسن يبقى ريحت، واخدين بالكم؟ وبدل الكلام الكتير احنا شفنا مستوى التحكيم الافريقي في كاس الامم الافريقيه وشفنا الامور ماشيه ازاي حتى في دوري ابطال افريقيا، حاجات كتير جدا صعبه يعني. يعني الاهلي تضرر مثلا ماتش سان داونز، واكيد انديه كتير جدا تضررت في بعض المباريات الاخرى يعني في مختلف المجموعات، فيبقى افضل بصراحه لو ده حصل يبقى خبر كويس جدا. طيب خلينا نروح لخبر اخر في العالمي كده، احنا خلصنا محلي، خلينا نروح للترند العالمي لان طبعا احنا فرحانين بنجمنا المصري محمد صلاح بعد ما فاز بالكاراباو كاب بطوله كاس الرابطه الانجليزيه، ونبدا بحساب ليفربول على تويتر، محمد صلاح صوره ليه وهو ماسك الميداليه الذهبيه بتاعته بعد الفوز بالبطوله على حساب تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحيه بعد مباراه كانت ممتازه ممتعه جدا جدا يعني، قاعد انت مستمتع، وهي دي الكره الانجليزيه يعني، وهو هم دول توماس توخيل ويورجن كلوب مدربين كبار قوي. فتعليق ليفربول او الحساب الرسمي ليفربول على تويتر قالوا تدوم الضحكه يا ملك، وهو طبعا نجم كبير جدا واسطوره من اساطير كره القدم. كمان حساب سكواكا فوتبول على تويتر بيقول الالقاب اللي فاز بيها محمد صلاح في مسيرته، الدوري الانجليزي، دوري ابطال اوروبا، السوبر الاوروبي، كاس العالم للانديه، كاس الكاراباو اللي خدها امبارح، افضل لاعب في افريقيا مقدمه من كاف، افضل لاعب في افريقيا مقدمه من بي بي سي، افضل لاعب في السنه المقدمه من الاتحاد الانجليزي، جائزه بوشكاش لافضل هدف في العالم، افضل لاعب في الموسم بالدوري الانجليزي، الحذاء الذهبي لهداف الموسم في الدوري الانجليزي مرتين كمان مش مره واحده، وخد كمان افضل لاعب في سويسرا وخد الدوري السويسري مرتين، يعني القاب كتير جدا فاز بيها محمد صلاح في مسيرته، لكن احنا عايزين المزيد كمان لان بصراحه احنا بنستمتع ومحظوظين ان احنا بنعيش فتره فيها اسطوره مصريه بتتالق وتتوهج في الكره العالميه. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر، وده من خلال حساب البريمير ليج على تويتر، واللي بيقول انه فقط محمد صلاح اللي قدر يصنع 10 اهداف هذا الموسم، وهو الوحيد الذي تخطى ميكائيل انطونيو مهاجم طبعا ويستام في صناعه الاهداف برصيد 7 اهداف. بس هنا لو بيتكلموا على يعني مجمل الصناعه فصلاح 10 وبعديه ترينت الكسندر ارنولد 9 واعتقد كمان روبرتسون 9 يعني. فماشي ده خبر من ضمن الاخبار، بس احنا مش هنعدل على حساب البريمير ليج يعني. ماشي خلينا نروح لحساب اي بي ال وورلد على تويتر، واللي نشر صوره للاعبي تشيلسي هم بيواسوا طبعا كيبا حارس المرمى اللي نزل على حساب ادوارد مندي، ومناسبه ادوارد مندي يعني. انا شايف احنا هنعمل ايه في ماتش السنغال؟ الراجل يا جماعه بيصد كور مش طبيعيه، بيصد كور يعني هي المفروض جون، بيطلعها ازاي انا مش عارف، ما شاء الله عليه يعني، بس ان شاء الله ما يبقاش موفق في ماتشين مصري. فالمهم هنا زي ما حضراتكم شايفين في الصوره كيبا نزل على حساب مندي عشان ضربات الجزاء الترجيحيه، ما صدش ولا ركله وضيع الركله بتاعته وخسر فرقته،
فلاعيبه تشيلسي بيواسوه يعني. بس انا كنت شايف ان هو بصراحه قرار خاطئ جدا من توماس توخيل، لان انت عندك ادوارد مندي مميز في ضربات الجزاء، شفناه قدام مصر في نهائي كاس الامم الافريقيه في ضربات الجزاء ترجيحيه كان متالق برضه. ف يفوز الفريق معا ويخسر معا، وهي دي كره القدم في الحقيقه. طيب خلينا نروح لكيليان امبابي، وده من حساب في الجول على تويتر بيقولوا بناء على يعني تقرير من صحيفه ليكيب الفرنسيه، بسبب رقم كافاني امبابي منفتح على التجديد مع باريس سان جيرمان. احنا عارفين تقارير كتير جدا بتربط كيليان امبابي بريال مدريد، وانه بعد ما عقده يخلص هذا الموسم هينتقل في صفقه انتقال حر لريال مدريد، واغراءات من ريال مدريد واغراءات من باريس سان جيرمان بيحاول ان هو يعني يبكي على اللاعب. فبالتالي امبابي تخطى ابراهيموفيتش الهداف التاريخي الثاني للنادي برصيد 156 هدف، لكنه بيطمح وده اللي مخليه منفتح، وانا ما اعتقدش يعني في ان يتخطى اديسون كافاني الهداف التاريخي للنادي برصيد 200 هدف. هو امبابي قرب يعني، الراجل ما شاء الله كل ماتش بيجيب اهداف قد كده، هو لعيب عالمي يعني، ويعني حته حصوله على احسن لاعب في العالم ده موضوع وقت مش اكتر يعني، اكيد في سنه من السنين لم يكن اكتر من سنه كمان هيفوز بافضل لاعب في العالم. ده فيما يتعلق بالاخبار المحليه والاخبار العالميه اللي تطرقنا ليها في حلقه اليوم.